السلام عليكم يا جماعه، جيسبر كو فوز علي بيان. معكم سامر بن عيسى، انجينير دي طام بيولوجي، مختص يعني اونترينور دو 3ام دوغري، مختص في نظريات ومنهجيه التدريب الرياضي للجيل. دونك لي جيل اليوم حبيت نخرج نعطيكم واحد يعني المعلومات هادو جد مهمه في الوضع الحالي، فيو لا بريسيون اللي عايشينها اليوم. وانا نستناو كاع وقتاش نخرجوا وقتاش نعاودوا نبرونيو الحياه الاجتماعيه تاعنا بطريقه عاديه وجيده. دونك باش تكونوا على بالكم، باش تقول اليوم بلي كاين ان فاكسان اللي راح يخرج في لا فين دو موا ولا في لو موا دو سبتمبر. نو سي با بوسيبل، امبوسيبل دافوار ان فاكسان اون 3 ولا 4 موا. باسكو علاش؟ لو بروتوكول باش يخرج لقاح مضاد للفيروس يعني كورونا فيروس، لو بروتوكول يطول. لا موين باش تخرجوا دي فاكسان سي 3 ا 5 اون ليجيل. اوكي، دونك هنا علاش؟ باسكو كاين دي زيتاب، لي زيتاب هادو الحاجه الاولى لازم يقراو يديروا دراسه على الفيروس، يديروا على لا مومبران، لي بروتيين اللي جايين في لا مومبران من الفوق ولا لي سوكر اللي جايين من الفوق. اون فوا يعرفوا هاد يعني هاد لا كومبوزيسيون اي بوسيبل اجوردي، كاين دي تكنيك بزاف يخلاوهم يعرفوا بطريقه سريعه. مي لا دوزيام دي شوز لازم يوتيليزيو يعني يشوفوا الصيغه المخففه ولا يضعفوا هذا الفيروس، باش يشوفوه اسكو كاين امكانيه منه كي يضعفوه يخرجوا لقاح، اسكو هو يصلح كي يضعفوه يخرجوا به لقاح. ابخي كي يخرجوه اسكو يديروه يعني يديروا دي زيتو تجارب على الحيوان، الحيوان اسكو يمد لهم ان ريزولتا ولا لا، اسكو هنا كاين ليفيكاسيتي ولا لا. كي يكملوا ويخرجوا كاع لي ريزولتا يعني ملاح، هنا يروحوا للانسان ويديروا دي زيتود كلينيك على الانسان، يبداو على الاصحاء ومن بعد شويه مرض ولا العرضه للناس اللي تمرض، ومن بعد يروحوا من الميال 200 للالاف، ومن بعد ماشي يديروا يعني يخرجوا بالصيغه الاخيره كاع، لازم يديروا دراسه تاع الامان والسلامه والفعاليه. دونك هنا هاد لي 3 بوان اي سون تري امبورطون، سيفتي سيكوريتي سورتو اي ليفيكاسيتي. هنا كلو كان ما يكونش عندهم فعاليه امان وسلامه ما يقدروش يخرجوا ان برودوي. كي يكملوا هاد لي زيتود كاع في لي جين، هنا يديروا لونغيجستخمون مالغري كو اوجوردي لونغيجستخمون سيتادجير كيما نقولوا حنايا الاف دي اي ولا سيتادجير هادو لي ستركتور يعني لي يابروفيو لي برودوي تاعك ويقول لك تقدر يعطيو لك لا ميم لوتوريزاسيون دو ميز سور لو مارشي، باش تقدر تكوميرسياليزي لو برودوي تاعك. هادو سيتادجير هاد لو بروتوكول اليوم يعني يديروه دون مانيير رابيد، فيو كو لا سوسيتي العالم كاع عايش هاد المشكل كيف كيف ويسرعوا يعني الامور. اي دونك ان فاكسان سبيسيال كورونا فيروس ما يقدروش يخرجوه فاسيلمون اون 2 ولا 3 موا، سوف لو كان اليوم ميتيليزيو في دي بروتوكول ثيرابوتيك تاع دي ميديكامون اللي يعرفوهم ديجا ويقدروا يعني يسهلوا الامور، ماشي يربحوا المعركه ضد الفيروس هذا. مي لي بروتوكول هادو دون زان موا ولا نقدروا نعرفوا يعني عم يديروا دي زيتود ديجا. في الجزائر كان كاين ان بروتوكول ميتيليزيو فيه، على ليترونجي كاين ديسكوفري كاين لي زيتود عم يديروا فيهم باش يخرجوا بدي ريزولتا بارابور لي ميديكامون ديجا اللي اكزيستيو في لو مارشي وعندهم بوسيبل فعاليه على الفيروس هذا. مي اليوم الحل وين راه؟ لاشين اليوم راهي يعني راهي متوجهه فيغ لا ريوسيت. دونك علاش؟ باسكو السلوك ديالها اللي خلاها ماشي ما كانش ميديكامون داواه في لاشين ولا دواء ولا ان بروتوكول اكس واكغاك يعني اللي عنده فعاليه 100%، السلوك ديالهم اللي خلاهم اليوم. وهذا السلوك يترتب على سواء التباعد الاجتماعي، دونك ما يكونش كي بيناتنا يعني تقارب اجتماعي كي نخرجوا باغ اوبليغاسيون سورتو ولا اون غيست شي سوا. علاش اليوم كاين مشكل اللي راح يبدا جديد؟ هو يعني مشكل بسيكولوجي. الناس اليوم تبدا تشومر، الاقتصاد يبدا يعني ينهار، دراهم يولوا ما كاش، الناس تبدا تتقلق وتقول لك انا جو بريفير سورتير ونربح خبزه وخير ما يحبس قلبي، انا ما عنديش دراهم ما عنديش واش ناكل دراري. اي دونك سي بور سا كو اليوم لازم السلوك ديالنا يكون سمارت ذكي. اليوم لازم نقعدوا لو ماكسيموم باش نخرجوا يعني في الوقت يعني اقل وقت نقدروا نخرجوا به. كما اليوم قال لا فان دو موا ولا حتى لو موا دمي باش تبدا الامور تبان لنا بيان، باش نعرفوا اسكو نقدروا نخرجوا افيك دي كونديسيون سورتو ولا ما نخرجوش. اي دونك دوكو لي جين سي سامبل، اليوم السلوك ديالنا التباعد الاجتماعي لو ريسبي اون سور جوست اون كاد اوبليغاسيون اللي خلينا نخرجوا بالازمه بطريقه جيده. ما كان حتى بلد في العالم لقى حل 100% الكورونا فيروس. دونك بريباري فو سيكولوجيكمون باللي السلوك ديالنا هو اللي راح يخلينا اليوم نحاربوا هذا الكورونا فيروس. باذن الله ان شاء الله يوغا دو يعني دي سوليسيون يعني احسن واحسن لو بلوتو بوسيبل، باسكو الناس اليوم تقدر تتقلق ويبدا الهبال تاع ليكونومي ويعني يكون مشكل اكثر واكثر من كورونا فيروس. دونك فوالا لي جين، غاردي لا بيش. كان سمير معكم بن عيسى، مختص في الرياضه، انجينيور ديتا اون بيولوجي. السلام عليكم.